خلونا دلوقتي نتكلم عن العمليات الحسابية والأوبريشنز اللي أنا أقدر أجريها على المتغيرات بتاعتي. طيب الموضوع بكل بساطة، لو أنت عندك خلفية عن الرياضيات ودي ده شيء مؤكد، يعني عمليات الطرح وعمليات الجمع وعمليات الضرب وعمليات القسمة، الموضوع هنا مشابه جدا، مفيش فيه أي مشكلة. أنا عايز أجمع رقمين، أقسم رقمين، أضرب رقمين، الكلام ده كله. فهنبدأ هنا نتكلم عن الأوبريشنز. طيب أنا دلوقتي هعمل رقم، أقول انت اكس مثلا بيساوي 7، حجزت مكان ب 4 بايت في الميموري بتاعتي، سميته اكس وحطيت فيه 7. بعد كده هنعمل انت واي بتساوي 10 مثلا. جميل الكلام. انا بقى عندي رقم اكس لو جيت طبعتها هيديني 7، والواي لو جيت طبعتها هتديني 10. طيب بكل بساطة دلوقتي انا ممكن برضو اعمل حاجة تانية، اقول انت زي مثلا. انا دلوقتي عملت رقم حرف اسمه زي، حجزت مكان 4 بايت للزي دي. بعد كده قلت ان الزي بتاعتي دي بتساوي الاكس بلس الواي. حلو الكلام. طيب يبقى انا دلوقتي عندي المفروض الزي دي بتساوي، لو جيت طبعتها تساوي كام؟ تساوي 17، صح الكلام. فانا جيت عملت برنت هنا اف، بعد كده قمت قلت له هنا برسنتج دي، لان انا بتعامل مع انتجرز، ده الرمز اللي انا بعوض بيه. بعد كده قمت قلت له هنا اطبع لي الزد، وعملت سيمي كولون. نعمل بيلد ورن، يطلع لي هنا كام؟ 17. طيب يبقى احنا كده ماشيين صح وبنقول كلام صح. جميل جدا. طيب فنفترض ان انا عايز اطرح، نعمل كده ون رن، يبقى ون رن يديني سالب 3. 7 ناقص 10 بسالب 3. طب عايز اضرب، بعمل العلامه دي. طب عايز اقسم، بعمل كده، وهكذا. كل الكلام، كل العمليات دي متاحه. انا ممكن بدل ما اعمل كده اشيل الزي دي اصلا، ما تبقاش موجوده، ما حجز لهاش مكان. شكرا. ناخد ده كده ونيجي هنا، بدل ما نطبع زي نقول له اطبع لي هنا مثلا اكس بلس واي، برضه هيديني نفس الناتج بتاعي. لو جيت عملت ران هنا يديني 17. طبعا نتكلم على المواضيع دي بالتفصيل في البرنت والسكان. جميل جدا. يبقى احنا كده عرفنا الاوبريشنز بتاعت في حاجه كمان، نقطه محتاجين ان انت تكون عارفها، ان انا لو جيت قلت دلوقتي 1 زائد 2 في 4، يعني انا واحد من الناس في الاول خالص ما كنتش عارف الموضوع ده زمان اول ما دخلت الكليه. هو بيبقى عندنا حاجه اسمها بريسيدنس، اللي هي الاولويه لمين الاول. عندنا الاولويه بتبقى للضرب والقسمه، بعد كده الجمع والطرح. فبالتالي بيعمل 2 في 5 ب 10، بعد كده زائد 1. الكمبيوتر بيفهم يعمل الكلام ده. وفي داتا ستراكشر هناخد ازاي اصلا الموضوع ده بيمشي، وازاي ان انت تحول الكلام ده حاجة اسمها انفكس وبوست فيكس ومش عارف ايه الكلام ده كله. الانفكس تحول البوست فيكس والعكس. طيب اظن لحد كده احنا بالنسبة للكود خلاص مش محتاجين. في حاجة كمان ممكن نحتاج ان احنا نعملها، وهي الكونستنت. في البرمجة زي ما عندنا متغير اللي هو بنسميه الفاريبل، في عندنا حاجة اسمها ثوابت اللي هو الكونستنت. فلنفترض يعني ايه ثوابت؟ حاجه زي الباي مثلا، اللي هي اللي بتبقى 3.14 وشويه كسكور. فانا البرنامج بتاعي مثلا عايز اعمل برنامج احسب بيه محيط الدايره او مساحه الدايره او ايا كان، محتاج الباي. فبالتالي عشان اعمل حاجه اسمها كونستنت اللي هو الثابت بتاعي، بعمل هاش فوق خالص تحت الانكلود والحته اللي قلنا عليها الادوات اللي الكومبايلر بيستخدمها، واقوم قايل ديفاين، واقوم قايل باي ب 3.14. طيب جميل جدا. اجي هنا بقى في المين بتاعتي اللي هو المكان اللي بدور منه البرنامج، واجي اقول له برنت هنا. طبعا عشان استخدمت فوق فلوت، فاقول له برسنتج اف، ومايل له هنا اطبع لي الباي، نحط السيمي كولون، ما تنساهاش، ما تنساهاش السيمي كولون. عملنا رن، يديني هنا 3.14 بتاعتي. احنا كده عرفنا الكونستنت وعرفنا الفاريبلز وعرفنا ايه الاوبريشنز وعرفنا البريسيدنس. جميل جدا. خلونا نمر على السلايدز بتاعتنا دلوقتي، نعرف شوية نوتس كده محتاجين نكون عارفينها. طيب ايه الفاريبلز؟ قلنا ان هي عبارة عن مكان بحط فيه حاجة، فهو عبارة عن بليس هولدر. شوية ملحوظات لازم تكون انت عارفها. حط الفاريبلز بتاعتك اسماء تفهمها. يعني فلنفترض ان انا هعمل مثلا برنامج للموظفين، فهحط فيه الاسم الاول واسم العيله، واحط فيه السن، واحط فيه كذا فيرست نيم ولاست نيم، واحط فيه الايدج ومش عارف ايه الكلام ده كله. فلما اجي اعمل فاريبل للكلام ده الفيرست نيم، فاسميه مثلا انت، او مش هيبقى انت طبعا، هيبقى كاركتر اوف اريز، بس بلاش، خلينا نتكلم على الارقام. فاقول مثلا انت ايدج لو انا بتكلم عن السن،
بتساوي مثلا 10، او انا هعمل لها سكان مثلا، هاخدها من اليوزر هو اللي يقول لي سنه قد ايه. بس خلينا نتكلم على اللي احنا وصلنا له لحد دلوقتي. فبالتالي ادي اسم للفاريبل بتاعك عن حاجه معبره، عشان لما تيجي تستخدمه ما تبقاش يعني ما يضيعش منك، يعني ما تبقى عارف انت بتستخدم ده لايه، ما تتوهش. وبرضه اللي بعدك لما يجي يستخدم الكود بتاعك يكون عارف الكلام ده كله. طيب ازاي اقدر، ايه التسميات المتاحه ليا؟ في شوية حاجات أنا ما ينفعش أسميها، يعني في شوية حاجات ليها علاقة بالسي مثلا، فأنا عندي حاجة في السي اسمها، في فانكشن اسمها برنت اف، فأنا ما ينفعش أسمي الفاريبل بتاعي. فافتراضا يعني أنا هبقى أنزل لكم جدول على الويب سايت بتاع الحاجات اللي ما ينفعش إن أنت تديها أسماء للفاريبلز بتاعتك أو المتغيرات. ففي شوية حاجات اللي هي بتبقى بنسميها ريزيرفد ووردز، اللي هي بتبقى حاجات ليها علاقة باللغة ذات نفسها، فأنت ما ينفعش تستخدمها. ما ينفعش أقول انت مثلا، هو هيقول لك إيه العبط اللي أنت كاتبه ده. ففي شوية حاجات كده هنزل لكم جدول كامل على الويب سايت ان شاء الله يكون فيه الكلام ده كله. طيب حاجة كمان، ايه برضو الاسامي المتاحة ليا غير الحاجات ريسيرفد ووردز ان ما ينفعش استخدمها؟ لازم الفاريبل بتاعي لازم يا اما يبدأ بحرف يا اما يبدأ باندر سكور، ما ينفعش ابدأه برقم استحالة، لان هو لما بيجي يقرأ السطر بتاعك لو لقى ان هو بدأ برقم فهيحصل عنده لخبطه، في ايرور هيحصل. فهو لازم يشوف عنده ايه، يشوف اسم ما يشوفش رقم، او يشوف اندر سكور. هو يا اما اندر سكور يا اما لتر، ما عندناش حاجه تانية في السي ده. طبعا في السي ممكن في لغه تانية الموضوع يختلف. طيب ما احنا قلنا بنقول اكس بتساوي 5، معناها حط لي الخمسه في الاكس. ما ينفعش اقول 5 بتساوي اكس، لان كده كاني بقول له حط لي الاكس في الخمسه. الكلام ده مش منطقي، ما يحصلش في اللغة. احنا ممكن في الماث بنقول 5 بتساوي اكس هي اكس بتساوي 5، بس في البرمجة الكلام ده مش صحيح، او في السي. طيب دلوقتي لما اجي اطبع الاكس بتاعتي مثلا، انا عملت هنا انت اكس وعملت فلوت واي، خلونا نرجع، معذرة. طيب عملت حجزت مكان اسمه اكس وعملت فلوت واي، بعد كده قلت ان حط لي اللي في الواي ده في الاكس. لو جيت طبعته بيطبع لي الجزء الديسيمال بس، ما بيطبعليش الفراكشن، يعني بيطبع لي الثمانية بس، لان انا حاجز مكان انت. فانا قلت له ده النوع بتاع الرقم اللي انا بحطه هنا، انا قلت له مش هيبقى فيه كسور. فبالتالي لما اجي اديله رقم فيه كسور بيرمي الكسور على جنب لما عملت اكس بتساوي واي، ويقوم حاطط 8. طبعا بجرب البرامج دي على الكود بلوكس، ومشي ايدك كده وابدا اعمل شويه اكسرسايزز. طيب لو قلت انت اكس بتساوي 8، بعد كده قلت فلوت واي وقلت الواي بتساوي الاكس، فيطبع لي 8.00000، طبعا معناه ان الرقم ده بقى فلوت. انا ما عنديش كسور في الرقم لان هو كان انت في الاصل، بس بعد كده لما جيت حطيت جاي يطبعه لي بيحط الاصفار دي، ان هو بيبقى فاهم ان هو بيطبع فلوت. فلو انت ما مليتش الاصفار دي بارقام بيطبعها اصفار. ممكن انا في السنتكس ده اقول انت اكس بعد كده كوما واي بعد كده كوما زي، بعد كده اقول كوما ام بتساوي 0، معناها ان انا عندي ام بتساوي 0، انا خلاص عملت لها انيشالايز خلاص. وبقى عندي دلوقتي الاكس والواي والزي، انا حجزت لهم اماكن. وبعد كده ايه، طبعا انا حجزت اماكن زي ما قلنا، الاماكن دي في يعني فيها جاربج، يعني انت ما تعرفش ايه اللي جواه على حسب المكان ده في الميموري كان فيه ايه قبل كده. لحد ما تعمل انيشالايز او تبدا تحط قيمه جديده للفاريبل بتاعك، بيبدا الموضوع يبقى ايه، ما فيهوش جاربج او فيه القيمه اللي انت حطيتها. طيب بالنسبة للعمليات الحسابية بتاعتنا، عندنا multiplication a في b و a زائد b، a ناقص b، a على b، a percentage b. لو أنا عندي مثلا variable اسمه a، int a بتساوي 5 و int b بتساوي 5، ضربتهم في بعض يديني 25 لو جيت طبعتهم. طيب عندنا حاجات زي الباور وزي السكوير روت، دي بنحتاج لها library مختلفة عن ال stdio، عشان بيبقى فيها شوية عمليات حسابية. أكني بضيف دلوقتي بعمل أبجريد للتولز بتاعتي، الأدوات بتاعتي. فزي ما قلنا في المثال بتاع العربية في الأول خالص، أنا أكني كده بضيف أوبشن للعربية جديد، إن هي بتقدر تحسب لي عملية زي الباور، أو تعمل لي سكوير روت، أو تعمل لي الكلام ده كله. ممكن نعمله في السريع كده. طيب ده مثال على اللي هو اللايبراري الجديدة أو الفانكشناليتي الجديدة اللي أنا بضيفها للبرنامج بتاعي. فعملت هنا هاش انكلود الماث دوت اتش، فماث دوت اتش دي بقى عندي كل الحاجات اللي موجوده في اللايبراري دي او القاموس ده، اقدر ان انا استخدمها في البرنامج بتاعي. فمنهم ان انا عملت انت ام مثلا بتساوي باور، اللي هي فانكشن باور هنا، معناها ان انا بقول له اعمل لي 2 باور 3، يعني اعمل لي 2 اس 3، اللي هي المفروض لما اجي اطبع يطبع لي 8. بعد كده هطبع الام بتاعتي دي. طيب اجي اعمل كده يطلع لي التمانية. طيب ممكن اجرب السكوير روت برضو بنفس الطريقة. ابدأ ان انت جرب تعمل بايديك كذا حاجة، وجرب ان انت تعمل كذا احتمالية، وهتلاقي شوية ايرورز بتطلع لك، وممكن تبقى تسأل فيها يعني، بس لو انت عملت حاجة غلط يعني يطلع لك شوية ايرورز. طيب نرجع تاني للسلايدز بتاعتنا.
جميل. دي شوية functions انت تقدر تستخدمها من الماث دوت اتش. عندك الفلور والراوند والسيل ومش عارف ايه الكلام ده كله، كل حاجة بيبقى مكتوب جنبها هي بتعمل ايه بالظبط. وعندنا حاجة اسمها اللي هي المود، المود ده اللي هو لو عندك رقم فلوت او رقم فيه كسر وعايز تاخد الرقم اللي من غير كسر، يعني تاخد عندك 8.5 عايز 8 بس فبتستخدم المود وهكذا. طيب بالنسبة للبريسيدنس قلنا اعلى حاجة عندنا الباور او الاقواس والباور والضرب والقسمة وبعد كده الجمع والطرح. بكده نكون خلصنا الحلقة بتاعت النهاردة، كانت طويلة شوية بس مهمة جدا انت تكون عارفها. انا كل مرة بقول كده يعني، بس تقريبا كل الحاجات اللي احنا بنقولها مهمة وهتحتاجها قدام ان شاء الله. من الحلقة الجاية هيبقى في 3 مشاريع تبدأ ان انت تعملها عشان تدرب نفسك، وهديكوا لينك يكون فيه شوية اكسرسايزز كده حطه تحت في الديسكريبشن، انت ممكن تخش تدرب نفسك بتدريبات اكتر. وفي نفس الوقت الويب سايت بتاعنا ان شاء الله هيبقى عليه حاجات كتيرة تقدر ان انت تستفيد منها. شكرا لكم.